مستشفى الخليل الحكومي أو ما يسمى مستشفى الأميرة عليا من أكبر المستشفيات في المحافظة وأقدمها. عدد أسرات المستشفى حاليا 216 سرير. نسبة الإشغال في المستشفى هي أكثر من 100%. عدد الموظفين في المستشفى حاليا 490 موظف. عدد الأطباء الأخصائيين في المستشفى 39 طبيب. هذا ما نعرفه عن مستشفى الخليل الحكومي، فعندما قمنا بزيارة لهذا المستشفى وجدنا ما لم نراه في أي مكان آخر. عجزنا، لا نعرف كيف ومن أين نبدأ هذه القصة. انتظار لساعات طويلة، واقفين على الأقدام. ضمن جولتنا داخل أقسام المستشفى شد انتباهنا العدد الكبير داخل قسم النسائية والتوليد، لنجد عشرات النساء اللواتي وضعن أطفالهن أو ينتظرن لوضعها، واحدة لا بل اثنتان مع أطفالهن على السرير الواحد. في صراصير، الحمام لازم يكون فيه محارم، لازم يكون فيه شاطم وكنسي اللي تدخل وتنظف وراها، لازم يكون فيه مي ساخن يعني عشان الولد يعني ينظفن حالهن. أما نظافة المستشفى فهذه حكاية ورواية أخرى. أين أنت يا وزير الصحة؟ أين أنت مما يحدث في هذا المكان؟ أغيثونا أغيثونا أغيثونا.